هذه المرأة التي قيل عنها ولدت فتعذبت ثم ماتت، شيلوموفا ماريا إيفانوفنا بوتينا. لم يكن للتاريخ أن يتذكر قصتها الغابرة لولا أن ابنها فلاديمير بوتين صار رئيسا لواحدة من أقوى دول العالم. صور قليلة وأرشيف شحيح. ولدت في 17 من أكتوبر عام 1911 لأسرة فقيرة تعمل بالزراعة. التقت وهي في 17 من عمرها بفلاديمير بوتين الأب، وتزوجا بسرعة وسلاسة، وقررا الانتقال للعيش في مدينة قريبة من عمل زوجها كمجند ميكانيكي في السلاح البحري. أثمر الحب الولد الأول أوليغ، لكنه مات سريعا. حملت بوتينا بالولد الثاني وأنجبت فيكتور، وسرعان ما شن النازيون هجوما على المنطقة التي يسكنون فيها، هربوا إلى لينينغراد. أصيب الزوج إصابة بالغة وجلس في المستشفى. عملت بوتينا كخياطة تحيك القفازات للجنود ليقاوموا البرد وهم يحمون المدينة، لكن الحصار الخانق أدى إلى إصابة ابنها فيكتور بالدفتيريا ومات. أخذوا كل إخوتها إلى المعارك، لم يعد هناك من يعينها، فأغمي عليها من الجوع وظنوا أنها ماتت. وضعوها بين الجثث المعدة للدفن الجماعي في المدينة، لكن قبل دقائق فقط تبين أنها حية. عالجوها ولكنها بقيت مرهقة. ذهبت للاطمئنان على زوجها في المشفى. انتهت الحرب. قرر الزوجان الإنجاب وهما في سن 40 ليأتي الولد الثالث، وقررا تسميته على اسم أبيه فلاديمير بوتين. نال نصيبه من الفقر، كان ينام داخل سلة الغسيل لأنه لم يكن هناك أسرة في البيت. رائحة المنزل كانت حساء الملفوف على الدوام. كان بوتين يغضب من هذا الواقع ولا يجد سبيلا لتغييره. ماتت بوتينا عام 1998 نتيجة مرض السرطان، قبل أن ترى ابنها الذي عادت من الموت لتنجبه رئيسا يحرك جيوشا ويملك مفاتيح الترسانة النووية الأكبر. ومن لم ينجح بتغيير واقع والديه الفقير صار قادرا على تغيير مجرى الأحداث في العالم بأسره.